السلام عليكم احبتي مشاهدي قناه السفاح الرياضيه، احييكم من ارضيه ملعب الحشد الشعبي الكائن في قضاء المدائن، تحديدا في منطقه الورديه في نهائي بطوله المرحوم حسين علي التي نظمها الكباتن علي ثامر وزيدون الزورائي، حيث يلتقي فريق حي الرسول يواجه فريق برازيل الورديه. قناه السفاح الرياضيه تتواجد لتغطيه هذا النهائي الكبير. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، على بركة الله تعالى نبدأ بأول لقاءاتنا مع رئيس لجنة الوردية الكابتن عباس عبد الخضر. أكيد قمة كروية طبعا اليوم نهاية بطولة المرحوم حسين علي، طبعا مباراة بين برازيل الوردية وحي الرسول فرق يعني منطقة واحدة. نبضة مختصرة عن المرحوم حسين علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المسيح أبو القاسم محمد. الحمد لله والشكر، احنا بالنسبة لبطولتنا بطولة باسم المرحوم حسين علي، ولد شاب يعني توفى بحادث سير بمنطقة حي جابر، هي ضمن نطاق المدائن الرياضي، كان حتى جمهورنا الرياضي يعرف، واهله والده وعمه موجودين رياضيين يلعب كرة قدم، احنا الرياضة عندنا كرة قدم بشكل عام هنا موجودة، فارتئينا نسوي له بطولة باسمه حتى يعني كل الفرق تقرأ الفاتحة وتستذكر الشباب وأصدقاء وأحبابه. والحمد لله وشكر بطولة شارك بها أكثر من 30 فريق من كل مناطقنا، تعرف احنا ملعب الحج الشعبي يلم كل المناطق من بغداد، نعيرية، النهروان، لكن هذه المرة اللي صعدوا المباراة النهائية فريق برازيل الوردية وفريق حي الرسول، طبعا منطقة واحدة، وهذا ديربي طبعا يعني تكرر قبل سنتين عندنا، ديربي قوي رغم اكو فروقات بين المستويات بين الفريقين، اكو طريقة اللعب هنا تختلف عن طريقة اللعب هنا، لكن احنا الكل فائز بوجودكم طبعا، وجود الجمهور الرياضي اللي تشوفه حضرتك، ونوصل رسالة، رسالة رياضية، احنا رياضيين نوصل رسالة انه الرياضة حب وطاعة واحترام. ابي نستذكر قارة النصر طبعا ابو مهند مهندس وقاسم سليماني رحمة الله ارواحهم الطاهرة، نستذكرهم دائما وابدا ببطولاتنا. هي صح هي كرة قدم ورياضة، لكن هي رسالة، رسالة لكل الرياضيين اللي توصلهم كلماتنا. نتمنى الامان والخير للشعب هذا، شعبنا اللي ما شاف خير على ايدي تعرفون الـ يعني الاسباب اللي ادت الى ضعف الاقتصاد العراقي، ضعف الوضعيه الاجتماعيه، ضعف لقمه العيش الصعب. كابتن الغالي ان شاء الله تكون مباراه تتليق بهذا الجمهور والشخصيات الرياضيه الحاضره. الحقيقه هي يعني ابتعدنا عن الفوز والخساره حاليا، وصلنا مباراه نهائيه، التتويج للجميع ان شاء الله. ماكو خاسر بهذه المباراه، صح نحب المتعه ونحب التنافس، لكن هي كره قدم اللي سجل بعد هي بالعافيه عليك، مبروك للجميع ان شاء الله. جزيلا كابتن. تحياتي لك اخ عزيز، ونشرف قناتك الرائعه ان شاء الله. اخ عزيز. نعم احبه المشاهدين والمتابعين، الان ابقوا معنا ومتابعه المباراه. على هذا الملعب، ملعب الحشد. بنسب ان عنوان البطوله هي بطوله المرحوم حسين علي بن حي جابر المتواجدين معنا دائما، اصدقاء اقارب المتواجدين. نعم نعزي ايضا عائله الشهيد المرحوم الحاضره. بيك الفرح مجدود. يمتى تعود، يمتى تبين القمر بليال السود. قمت اشبك صورك من يجي الهدود. قمت اشبك صورك من يجي الهدوء. رجل الناشد ومنشود يمتى تعود. نعم بهذه الكلمات الان اللي كانت امامنا لعائلة المرحوم الحاضر معنا، شكرا الى كل اللعيبة، شكرا الى هذا الجمهور الكبير الحاضر معنا دائما بارضية الملعب. يا قارئ كتابي انظر الى شبابي، بالامس كنت حيا واليوم تحت ترابي. على هذه الوقفة ايضا سوية سنقرا سورة الفاتحة.
معنا ابن الزعفراني امام زيزو. توقعوا اليوم بانتظار هذه المباراه خير رسول. نعم لا ننسى مصطفى سلام المدرب الكبير الحاضر معنا امام الضيوف قد يكون عند البرازيل. انتظار اليوم. شكرا الى عباس. نعم اقارب المرحوم عباس ناهي موسى ناهي محسن ناهي حاضرون معنا. يكتبون انتظار اليوم امام قمم من قمم. هم ينتظرون بنوعية المباراة الحاصلة الألقاب أمام البرازيل الذين ينتظرون ابتساع أبناء الرسول. أما يقولون من البداية كنا نكتب، لكن على ماذا نكتب؟ على ماذا نتحير؟ على ماذا نطمع؟ يا بالتصويب يا بالتصويب يا بالتصويب. واحد يتمنى إلى صوت الجمهور إلى الهاسيج الذين تتمنون إسمعها. المدينة التراثية، المدينة أمطا كسرى، المدينة التي تدعى إلى قرن، المدينة التي يتحدثون بها الكبار، المدينة التي عرف بأسمعها الآثار، المدينة التي صحت بأرض كانت تكتب على كل البلدان لأنها الأرض المحمدية السلمانية المسلمة بأبنائها الأبطال. المشاهدين والمتابعين كما شاهدتم انتهى شوط المباراة الأول لنهاية بطولة المرحوم حسين علي بتعادل سلبي. الآن معي محللين المباراة الكابتن محمد العتابي وأحمد العتابي. بداية نبدأ بالكابتن أحمد. حسب ما أشار الكابتن محمد يقول أكبر مني. أحسنت. نعم كابتن، أبرز النقاط الفنية من خلال الشوط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حضورك كابتن نهاد. بالنسبة للمباراة الشوط الأول كان الشوط الأول متوسط، ما عدا أخطاء دفاعية لفريق حي الرسول، ولكن لم يستغل المهاجم حسين فرصة ضيعت. ثلاث تزيدات على المرمى، ضربتين للفريق الوردية كانت أخطر وضربة واحدة. المباراة متوسطة رايحة تقريبا المباراة للوردية.
نعم كابتن أنا أختلف معك ولو أترك هذا الكلام الكابتن محمد، يعني شلون مباراة متكافئة أو متوازنة؟ بالعكس فريق البرازيل أفضل من ناحية التسديد أكثر من مرة من خارج منطقة الجزاء، فنيا أيضا أفضل من عندهم. كابتن مباراة صحيح الوردية أفضل، بس ماكو لعب حلول قوية، يعني ماكو انفراد بالحارس، هجمات تسديدة خارج منطقة الجزاء، يعني مو هجمة جول قوية. خطرة كان زين صح خطرة، بس أنت خو ما مخلي لك أعمى بالجول، شوتن عليه من 30 متر وطب جول. زين كان تزيد من خارج منطقة الجزاء مسافة بعيدة يعني. زين المباراة مسيطر عليها الخوف بعض الأحيان. بدنا نرجع لك. نعم كابتن محمد. كابتن أحمد يشير الكفة لميلان، يعني يقول مباراة متوازنة نوعا ما مع ميلان الكفة لصالح فريق البرازيل. ما هي النقاط اللي سجلتها من خلال الشوط الأول؟ أول شيء راح أبوي كابتن بحضورك كمجريات للشوط الأول القليلة، يعني الخطورة قليلة للفريقين، لكن استحواذ واضح ومبين لفريق برازيل الوردية. أتهم فرص، جاتهم تقريبا فرصتين المهاجم حسين بس ما استغلها بصورة صحيحة. فريق الحيرة سوري فريق متكتل دفاعيا، يلعب على المرتدات على الهجمات المرتدة، معتمدين على اللاعب أحمد الشهيلي، وقليل قليل قليل توصل للكرة جاي. بس يعني شلون عندهم شلون ردة فعل انه شلون يشتغلون بعدين على الهجمات المرتدة، لكن الأفضلية فريق برازيل الوردية. لكن انا انطيت توقع من البداية وبالمنشور اكثر من منشور مباراة واصلة ركلات ترجيح وفوزون حيرسون ان شاء الله. نتيجه يعني سلبيه واصله ركلات ترجيح وفوزون حيرسون. نشوف احمد كابتننا الغالي، معطيات الشوط الاول واضحه، واكيد انت بصفتك مدرب فريق حيرسون السابق والان يعني ايضا بارك لك بمناسبه تسلمك اداره ملعب سود الرافدين. الله يبارك. الشوط الثاني توقعاتك؟ الشوط الثاني بالنسبه لفريق حيرسون عنده لاعبين جوهريين، عندك اذا نزل كابتن على هادي ومصطفى المعلق راح يكون كلام اخر الحي رسول. غير النتيجه؟ هي النتيجه حاليا تعادل. اي زين اذا نزلوا هذول اللاعبين اللي ذكرتهم بدايه الشوط الثاني كلام اخر الحي رسول اقرب للفوز، ما توصل جزاءات المباراه. كابتن محمد والله انا ارجع واقول لك مباراه توصل ركلات ترجيح. يعني هذا قرار نهائي المباراه ذاهبه الى ركلات الترجيح؟ لان دفاع الفريقين متكتل ونادرا ما تلقى فرصه خطره. فانا اتوقع يعني جزاءات وحيرسوا يفوزون بركلات جزاء. بركلات جزاء. اذا احبت المشاهدين والمتابعين كما شاهدتم الكابتن احمد العتابي يشير بحال اذا نزلوا لاعبين مصطفى والاخر على هادي تكون نتيجة لصالح فريق حي الرسول. ومحمد يقول مباراة ذهبة إلى ركلات ترجيح. الآن عودة وإلى زميل عدنان برشلونة متابعة الشوط الثاني. صحيح نزلوا اثنيناتهم. إن شاء الله كل التوفيق. كبيرة جدا. حضرون معنا هنا بالصوت التحليلي أحمد العتابي ومحمد العتابي على تحليل هذه المباراة التي كانت قبل قليل في منتصف الذي كان نورونا في بعض الكلام ببعض الشدة التي كانت على الفرقين. تحية حب وتقدير إليكم عدنا من بطولة المرحوم من التام هذه البطولة هنا إلى هذه القناة الكبيرة جدا قناة السفاح نهاد السفاح يكتب عبر اليوتيوب قناة نهاد السفاح يعطينا الأمر كله يعطينا الاسم كله يعطينا الحديث التنقلات القناة التي تبي أن تصل المشترك الآن بطريقة هابين لا تصل الآن المحاولة عادت في كل عام كرة ملعب لكنها وين أمام البرازيل لكن
ذلك الشجاع الكبير جدا محمد موسى. كل كلمة على كل حيوانات بدون الوالدة بدون الأب الأب كبير كل أشخاص على أمل لك الأمل لك الأمل بأن الله سيأتي أحد المتواجدين في منصة التتويج لأن هناك هدية.